بدخل بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، الخيط اهو، الف على الابرة اللي تحت وبصباعي كده لو لسه يعني مبتدئين، وبحاول ان انا اطلع الخيط اللي في الابرة اللي تحت بالابرة كده، وازيح الخيط بالطريقة دي عن الابرة اللي هي على اهو. بصوا، بدخل بالطريقة دي الخيط اهو، الفه كده تمام، الابرة اهي، بصوا تطلع بالاسلوب ده. اوكي، خلاص اتأكدت ان الغرزة كده بقت على الابرة، فازحها او اطلعها من الابرة اللي هي دلوقتي بقت لتحت بالطريقة دي. اوكي، طبعا كده عملنا 3 غرزة عدلة. اجيب الخيط لقدامي ناحيتي كده اهو، اوكي، وبدخل بطريقة عكسية. انا كنت بدخل في الغرزة العدلة بالطريقة دي، لا، في الغرزة المقلوبة بدخل كده. اوكي، الف الخيط ده على الابرة بالطريقة دي واخده وانزل بيه لتحت عشان اطلع لبرة كده، اروح مطلعة الخيط من على الابرة الشمال تاني، بدخل كده. اوكي، ادي الغرزة اهي، بدخل بالطريقة دي، الف الخيط على الابرة اللي انا دخلت بيها، بعدين اخده وانزل بيه او اطلع بيه لبرة كده. اوكي، وانزل اللي على الابرة الشمال بالطريقة دي، بفضل شغالة الصف بتاعي. طبعا غرزة عدلة، غرزة مقلوبة، والطريقة بتختلف وقت مقلب الصف ازاي. نخلص الصف ده ونشوف اللي بعده. اخر حاجة في الصف بتاعي غرزة مقلوبة والتانية، واخر حاجة فيها خالص 3 غرزة عدلة. ولو ملاحظين انا مطبقة الكوفية اثناء ما انا شغالة، لسبب بسيط، هي اولا كده هتكون معايا اسهل ان انا احود صف اشتغل في الصف اللي بعده وهكذا، وتكون المسائل معايا بسيطة وسهلة. كمان حاجة اهم من كل ده انه احافظ على جودة الشغل بتاعي، ويكون الحاجة بتاعتي كأنها طالعة من المصنع، ما تكونش متبهدلة خالص، بالعكس تكون قيمة كده وما فيهاش اي بهدلة من اي نوع، وده بيحافظ على جودة الشغل وبيخلي كمان الفينش بتاعه عالي، شكله نضيف لحد ما يروح للعميل. اوكي، طبعا هنا العكس تماما، يعني اللي كان غرزة عدلة هنا ده اللي انتوا شايفينه اعمدة بارزة ده، هو هنا غرزة مقلوبة، واللي انتوا شايفينه اعمدة داخلة لجوه ده اللي هو الغرزة المقلوبة دي، هو حاليا غرزة عدلة. فعلى طول هيبقى العكس، يعني هنا كان 3 غرزة عدلة، الغاطس ده كان 2 غرزة مقلوبة، دلوقتي هنعكس تماما فهيكون 3 غرزة مقلوبة 2 عدل بالشكل ده كده زي ما اتفقنا. الغرزة المقلوبة بدخل كده تمام، الف على الابرة بالطريقة دي وارجع اسحب بالاسلوب ده واروح طالعة لبره. شايفين بدخل ازاي؟ بدخل كده، الف الخيط على الابرة بالطريقة دي تمام، بعدين اخد الخيط واطلع كده. بصوا من هنا، واطلع كده من هنا اهو لبره، واطلع اللي على الابرة. غرزة عدلة بدخل بالاسلوب ده، الف على الابرة واسحب واطلع لناحيتي واروح مطلعة اللي على الابرة اللي تحت، وهكذا لحد الصف بتاعي ما بينتهي. وبالطريقة دي بفضل ابدل لحد ما تخلص الكوفية كلها، هي بتكون على نفس الطريقة بنفس الاسلوب، مفيش اي اختلافات. هي الفكرة كلها فيها العدد اللي انت هتستميه، هو هيطلع على اساسه عرض الكوفية، الطول هو قد ايه انت هتشتغلي بكمية خيط وانت عايزاها قد ايه تحديدا في المقاس، بتاخد قد ايه وقت، بتاخد وقت حلو مش بطال. بس انا كمان من فئة المبتدئين، يعني انا ما اعتبرش فئة عالية من الناس اللي بتنفذ تريكو، لان انتوا عارفين التريكو عالم لوحده زيه زي الكروشيه التونسي. يمكن انا محترفة جدا في الكروشيه التونسي، ولكن في التريكو انا شوية على قدي تمام، لان طبعا مش معنى ان يعني طلعت قطعة كويسة او ان انا اقدر اعمل اي ديزاين فان انا هكون واو، لا، لسه طبعا ناقصني حاجات، نص سرعتي مش بالسرعة اللي انا حباها او ان انا عايزاها، برضو بطول.
فهي اخدت معايا بتاع حوالي شهر وشوية، ولكن انا برضو مش بشتغل فيها على طول. يعني انا فعليا انا بدأها معاكم من الصيف او من اواخر الشتاء اللي فاتت، بس انا ركنتها شهور ورجعت بعد كده استخدمتها تاني، قعدت اشتغل فيها وبعدين ركنتها وبعدين اشتغلت فيها. بس هو يعني لو جينا عملنا اجمالي كده هلاقي نفسي اشتغلت فيها حوالي شهر ونص، طبعا مش بشكل متواصل ولا ساعات عمل كتيرة بصراحة، ولكن هي خدت مني الوقت ده لانه زي ما قلت لكم كنت بقطع وارجع اشتغل تاني وهكذا. وطبعا من الافضل ان انت ما تاخديش النوعيه دي من الشغل، لان طبعا فيها تكرار والتكرار بيبقى احيانا ممل، بالذات لو انت خلاص متعلمه الطريقه. تاخديها ان هي يعني لازم تخلص، لا عادي يعني خلصي شويه ورجعي تاني وهكذا. هنخلص الصف ده كله وبعدين نبتدي نعمل الفينش او الزجزاج ده، وهو الزجزاج ده الفينش بتاع الصف وفي الوقت نفسه الفينش بتاع الكوفيه كلها. واخر حاجه ثلاثه فرزة مقلوبة وكده خلصنا الكوفية فعليا. نشتغل صف الفينش والديكور ونهاية الكوفية كلها برضو هو الصف القادم ده. كل انا بعمله كأني هشتغل غرزة عدلة بس في كل الاصفف، يعني من اول الصف لاخره بدخل بالاسلوب ده. تمام، الخيط اهو الفه على الابرة اللي تحت واخده واطلع بيه لفوق ونزله من على الإبرة الشمال. وطبعا ده احنا خلاص بقينا حافظينه وعارفينه، ودي بتكون غرزة عادية. اللي بيخليها غرزة عادية مع انها شبه الغرزة العدلة تحديدا انه بشتغلها كده بنفس الطريقة في كل صف، فبتكون لي الزجزاج الجميل اللي انتوا شايفينه ده، سواء وش الكوفية او ظهر الكوفية بيكونوا الاتنين بنفس المنظر. فالغرزة دي فعليا ملهاش وش وظهر زي الغرزة العدلة وزي البلاسيب بالتحديد، فهتديني منظر كأن الكوفية دي دبل فيس، الوش بشكل والظهر بشكل تاني، وفي الوقت نفسه الزجزاج زي ما هو مستمر معايا في كل الكوفية، فبيديها منظر وأناقة مختلفة كده. طبعا الكلام ده مش هنلاقيه في شغل المصانع. أحلى حاجة إنه يتعمل يدوي، تشتري الخيط على كيفك بالإمكانيات اللي انت عايزاها وتنفذي قطعة جميلة تعيش معاك سنين، بعد كده كمان تاخدي الخيط بتاعها وتعملي بيه اي حاجة تانية. ففي احلى من كده؟ كل الغرز لو ملاحظين سواء مقلوبة او عدلة بدخل بالاسلوب ده واسحب الخيط كأني بعمل غرزة عدلة، وده المميز في الغرزة دي. بالطريقة دي كده لنهاية الصف، وارجع الصف اللي بعده نفس الاسلوب، والصف الثاني نفس الاسلوب بنفس الطريقه، مفيش اي اختلافات، رايح جاي برضو كده وبنفس الطريقه كاني هعمل غرزه عدله، ولكن هي اسمها الغرزه العاديه لاني انا بشتغل الوش زي الظهر، ولذلك الغرزه ملهاش لا وش ولا ظهر، هي وشها زي ظهرها بالظبط مفيهاش اي اختلافات. وهي دي اللي احنا هنفنش بيها وهننهي بيها الصف زي ما ابتدينا بالظبط. هشتغل كده كمان غير الصف اللي انا شغالة فيه صفين ثلاثة كمان، على اساس ان انا اقدر اعمل زي البداية بتاع السكارف بتاعي ان هي تكون بالطريقة دي.